تعترف ليش ترمي المنزل؟ ما رمينا مناخ. من اللي نزل؟ من رمينا. ما من رمينا. من البلجيك؟ البلجيك من يمعه؟ صياد واجد هنا. صياد واجد؟ واجد ايه. انا ما نعم انا. 10 يشهدوا معي. والله ما رمينا، وانت كذاب. لا رمينا الا الطير. لا كذاب رميت، وقعت على دراجته هنا. لا والله ما رمينا. كذاب انت. حلف مالك ما ترمى بالحلف. بس رميت الطير بس. بس رميت الطير ها؟ لحظة. رميت الطير ها؟ البلد مصوره. البلجيك موجود صورته ورقمه موجود. يا طقعان وين الاستخبارات؟ جايين تهجمون علينا ها؟ صوت مسلح ها؟ صح؟ صح الحاكم هذا ها؟ ترمون العوائل ها؟ مرسلين بالله؟ بالله من مرسلكم بالله من مرسلكم بالله من مرسلكم بالله من مرسلكم احنا نجي لو تحب نجيك ونجي الحكومه اللي تهجم نجي نوري لو تحب نمشي الحين والله ما ترمي والله ما تطلع من جرابه والله العظيم ما تطلع ها؟ والله ما تطلع من جرابه ما تطلع ها؟ ما تطلع من جرابه ما تطلع من جرابه يعني كذابين الشمامري هذول ما كذابين انت من القسمان ها؟ ما الدبيب ما الدبيل لا تغطي وجهك لا تغطي وجهك لا تخاف لا تحسر ولا تخاف لا تسرق ولا تخاف احنا خذيناها احنا ننزلك الليله شوف فيه مسؤولين اكبر منا فيه ياخذون جرايات معك كلهم يا خالد وين حق الاستخبارات؟ وين الرجل حق الاستخبارات؟ الرجل الدولي وينه؟ اللي يرمي النسوان وينه؟ وين رجل الدوله؟ والله خلاص يا رجل وين رجل الدوله؟ رجل الدوله وينه؟ انا جاي اللي يقول الرجل الدولي اللي معه البلجيك اللي معه البلجيك اللي معه اللي معه القناصه تدري القناصه محرمه دوليا تدري ولا ما تدري تدري محرمه دوليا ليش تستخدمونه والله العظيم ان احنا ليش تستخدمونه وش هدم على سردك طلبنا ما يستحي على وجهه هدم هذا وشو منه ليه ها خلاص هاي خانقه من البندق ها من البندق ما سمعتهم مليون ثلاث عندكم خبر وانتم جايين بسعاتكم تصلون علينا لا يا حبيبي احنا رجال حرام اذا ما اخذت حد من الدال عنا ناخذ عليكم نجيكم هنا باقل دارك حسبوا لكم شيء انتم عندنا اللي ما يحترمك